سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم فلة للوصفات السريعة مع فيديو جديد. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة صحية عبارة على غراتان بدنجال مع البطاطا، هايلة في البنة. إذا تبعوا معايا أحبائي تفاصيل الوصفة، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا خذيت زوج حبات بيضنجال، غسلتهم مليح ونقطعهم على شكل شرائح دائرية ونطيبهم في الفرن. إذا خذيت بلاطو تاع الفرن، فرشت فيه ورق تاع الزبدة، دهنته بشوية زيت زيتون، وضعت الدوائر تاعي تاع البيضنجال، ضفت لهم شوية ملح، وكذلك راح ندهنهم بشوية زيت الزيتون. ندخلهم للفرن يطيبوا على نار متوسطة إلى منخفضة، باه يطيب لي البيضنجال وما ينشفش من الماء تاعو. خديت كذلك حوالي كيلو تاع بطاطا، قصيت الحبات إلى شرائح دائرية. وأنا كانت البطاطا تاعي شوية صغيرة، واللي عنده بطاطا كبيرة من الأحسن يديرها. إذا ملحتها، ضفت لها شوية فلفل الكحل وكذلك بابريكا وزوج ملاعق أكل زيت زيتون، خلطتهم مليح باش يتبلوا مليح. كيف كيف طيبهم كذلك في الفرن. إذا في بلاطو فرشت فيه ورق زبدة وستفت الشرائح تاع البطاطا ودخلتهم يطيبوا، حطيتهم في الأسفل تحت البيضنجال يطيبوا. هنا راح نحضر الحشو. خديت حبة تاع بصل كانت متوسطة وزوج فصوص ثوم، قطعتهم إلى قطع صغيرة. إذا في مقلاة حطيتها على النار متوسطة، ضفت حوالي 4 إلى 5 ملاعق أكل زيت زيتون، ونقلي فيهم البصل والثوم. هنا كانوا عندي زوج حبات جريوات صغيرين، ربيتهم في الرقيق وراح نضيفهم يتقلاو مع البصل والثوم. اذا كتذبال شويه البصل، نضيف جريوات، قليها شويه مع البصل. راح نضيف زوج حبات تاع فلفل حلو، قطعتهم قطع صغيره باش نزكيو الحشو. إذا ضفتهم يتقلاو مع جريوات والبصل. هنا راح نضيف حوالي 250 غرام تاع اللحم المفروم، نقدر نعوضوه بدجاج مفروم. خلط مليح باش تدخل الخضار اللحم. تبل شوية ملح، شوية فلفل كحل، وكذلك بابريكا. حاول نضغط على اللحم باش يتفتت لي ويتخلط مليح مع الخضار. خرجت البلاطو اللي فيه البيضنجال ونقلب حبات تاع البيضنجال باش يزيدوا يطيبوا على الوجه الآخر. كما راكم تلاحظوا حطيت البطاطا من تحت والبيضنجال فوقها. اللحم تاعي تقريبا طاب، ضفت له زوج حبات طماطم مقطعين قطع صغيره. كما تلاحظوا هنا ما ضفت حتى قطره تاع ماء، لانه دائما انا نطيب على نار دليله ونغطيها كذلك
باش نحافظ على السوائل اللي موجودة في اللحم وكذلك في الخضار. هنا بعد ما طابت لي البيضنجال والبطاطا، اذا في مقلة حطيت صلصة الطماطم، الطماطم اللي يستعملوها في البيتزا. نضيف الطبقة الأولى تاع البطاطا، نضيف فوقها نصف الكمية تاع الحشو، ونحاول نوزع مليح فوق البطاطا. راح نضيف قطع تاع جبن طري، ضفت طبقة تاع بيضنجان. أنا راح نضيف الكمية المتبقية تاع الحشو، نحاول نوزعها مليح دايما، ونزيد نضيف قطع تاع جبن طري، كطبقة أخيرة راح ندير حبة بيضنجال وحبة بطاطا كما راكم تلاحظوا في الفيديو. نزيد نضيف صلصة الطماطم، ونغطيها بشرائح الجبن، وفي الأخير نضيف جبن الشيدر مربي، وندخلها الطيف في فرن مسخن مسبقا يذوب الفرماج والتكراتينا لأنه كل شيء راهو طايب. وصفة سهلة صحية بنينة تستاهل التجربة، أتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.